السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطفال الحلوين وحشتوني، أنا مس خلداء. النهاردة هنكمل الوحدة الثالثة، الدرس الأول فيها بعنوان القرية ملك للجميع. هنتكلم فيها عن معلم نشيط اسمه ونيس. المعلم ده بيحب قريته جدا، وقريته دي صغيرة وبيتباهى بها قدام صحابه اللي هما مين؟ زاهر وبهاء وشاكر، هنتعرف عليهم لما ندخل في القصة، وقدام أخته كمان بيتباهى بها. وبعد في آخر اليوم بيجتمع بقى مع أصدقائه في قصر الثقافة اللي موجود في القرية، بيقعدوا بقى يتكلموا عن المشاكل اللي بتواجه القرية وبيتكلموا عن حياتهم. وكانت طبعا في مشكلات في القرية زي مشكلة نظافة الشوارع وسوء استخدام المياه، وكانوا بقى عمالين بيتفقوا أو عايزين يوصلوا الحل ان هم ينظفوا بيه قريتهم وان هم يساعدوا فيها. وطبعا ونيس ده كان بيتكلم عن القرية بتاعته ويتكلم عن أهلها ووصفها لنا ان هم أهل طيبين ودايما مع بعض في الفرح مع بعض وفي الحزن مع بعض ودايما مستيبين. طيب تعالوا بقى بينا نقرأ القصة. ونيس شاب نشيط وذكي يعمل مدرسا في إحدى القرى التي نشأ بها. ونيس يحب قريته وأهلها، وهو يباهي بها دائما أمام أصحابه زاهر وبهاء وشاكر وأمام أخته هدى وصديقتها مريم، ويقول: حقا إن قريتي صغيرة وأهلها طيبون متعاونون، يشارك بعضهما بعضا في الأفراح والأحزان، ويسأل كل منهم عن الآخر ويقدم له المساعدة إذا احتاج إليه. وفي المساء أجلس مع أصحابي من شباب قريتنا وما يمكن أن نقدمه من خدمات. ذات يوم قال زاهر: القرية بها بعض المشكلات مثل نظافة الشوارع وسوء استخدام المياه، وعلينا أن نطلب من العمدة حل هذه المشكلات. فأسرع بهاء يقول إن العمدة هو المسؤول ونيس، ولما لا نبدأ نحن بأنفسنا، لقد تعودنا ذلك، ثم نطلب من الدولة أن تسرع بمد يد العون والمساعدة لأهل قريتنا لتكمل معنا ما بدأناه في تنفيذه. شاكر: عندك حق يا ونيس، لقد سمعت الدكتورة هدى في الوحدة الطبية بالقرية تقول إننا جميعا أهل والقرية ملك لنا، فهي بيتنا الكبير الذي يجمعنا، ويجب أن نتعاون جميعا كي تكون قريتنا نموذجية، فيها الماء النقي والكهرباء، وكي تكون بيوتنا وشوارعنا نظيفة، وبخاصة أن قريتنا فيها 3 مدارس والوحدة الطبية وقصر الثقافة. شاكر: إن لدي فكرة قرأت عنها في الإنترنت، سأعرضها عليك، وهي أن نعمل معا لتأسيس جمعية تعاونية لحماية القرية من التلوث، يتولى العمل بها بعض شباب القرية. الجد سالم: إنها فكرة رائعة، علينا أن نعمل معا لإنشاء جمعية أصدقاء البيئة. ونيس: سوف نلتقي غدا بإذن الله لنضع معا خطة لحملة نظافة الشوارع القرية كلها، ثم نعرضها على العمدة لنأخذ رأيه فيها. وبكده نكون خلصنا قراءة القصة. تعالوا بنا نتعرف على مفردات القصة والأسئلة. الكلمة ومعناها: ذكي، سريع الفهم، يباهي، يفاخر ويعتز، مد يد العون، المساعدة، نموذجية، مثالية، تأسيس، إنشاء. المفرد وجمع: قصر، قصور، قصر، قصور، جمعية، جمعيات، خطة، خطط، حملة، حملات. الجمع ومفرده: خدمات، خدمة، الشوارع، الشارع، القرى، القرية. الكلمة ومضادها: شاب، شيخ، نشيط، كسول أو كسلان، ذكي، غبي، المساء عكس الصباح، مستقبل عكس ماضي، نقدم، نأخذ. تعالوا بقى بينا نتعرف على أسئلة الدرس. ماذا يعمل ونيس وأين؟ يعمل مدرسا في إحدى القرى التي نشأ بها. ما شعور ونيس نحو قريته وأهلها؟ يحب قريته وأهلها ويباهي بها دائما أمام أصحابه وأخته وصديقتها. من الذي يباهي أمامهم ونيس بقريته؟ أصحاب زاهر وبهاء وشاكر وأخته هدى وصديقتها مريم. ما مظاهر حب ونيس لقريته؟ أنه يباهي بها دائما ويتعاون في حل مشكلاتها.
ما صفات أهل قرية ونيس؟ طيبون، متعاونون، يشارك بعضهم بعضا في الأفراح والأحزان، ويسأل كل منهم عن الآخر، ويقدم له المساعدة إذا احتاج إليها. ما الخدمات التي يقدمها قصر الثقافة؟ يجتمع فيه شباب القرية لحل مشكلاتها. ما الحديث الذي يشترك فيه ونيس مع أصحابه؟ الحديث عن مستقبل القرية وما يمكن أن يقدموها لها من خدمات. ما مشكلات القرية؟ عدم نظافة الشوارع وسوء استخدام المياه. من المسؤول الذي حدده زاهر لحل المشكلات؟ العمدة. ما الطريقة التي تعودها ونيس وأصحابه في حل مشكلات القرية؟ البدء في تنفيذ الحل ثم طلب المساعدة من الدولة. قال شاكر: عندك حق يا ونيس. ما مناسبة هذا القول؟ قاله شاكر ليؤيد طريقة ونيس في حل مشكلات القرية. ما الواجب الذي اقترحته الدكتورة هدى على أهل القرية لإصلاحها؟ يجب أن يتعاون جميعا كي تكون القرية نموذجية فيها الماء النقي والكهرباء. ما الفكرة التي قرأ عنها شاكر في الإنترنت؟ الفكرة هي تأسيس جمعية تعاونية لحماية القرية من التلوث. ماذا قال الجد سالم؟ قال: علينا أن نعمل معا لإنشاء جمعية أصدقاء البيئة. لما سيلتقي ونيس وأصحابه ليضعوا خطة لحملة نظافة الشوارع القرية. وبكده نكون خلصنا الدرس، أتمنى تكونوا استفدتوا منه. أشوفكم الدرس الجاي بإذن الله.